أصدقائي، الحج هو الركن الخامس من الأركان التي بني عليها الإسلام، وهو واجب على المسلم مرة واحدة في العمر إذا كان مستطيعا. هل تعلمون أصدقائي أن مناسك الحج لا تؤدى إلا في شهر ذي الحجة؟ ولا ينعقد الإحرام بها إلا في أشهر معينة؟ أها، أجل، فأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. ومن فضائل الحج أنه سبب لمغفرة الذنوب، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.